حقيقة قصتي مع اللجنة بدأت بمعرفتي بأستاذ مراد منير. الأول رحت معرفتي بيه خالص كانت عن طريق اللجنة من حوالي 3 سنين، وما حصلش نصيب ان احنا عملنا اللجنة وعملنا فيلم مع بعض، فيلم كان يوم حبك، وتوقفت اللجنة، يعني مشروع تنفيذها توقف، وبعد كده رجع تاني في حيز التنفيذ، فكلمني أستاذ مراد مرة تانية، وكنت وجيت وعايزة أقول لك مضيت على طول من غير ما أتكلم في أي حاجة، مجرد ان هو طبعا حاجه من تاليف استاذ صنع الله ابراهيم، وعمل جميل زي اللجنه، وقدام استاذ نور الشريف طبعا غني عن التعريف، مش لازم اقول قد ايه نجم مبهر الوقوف قدامه، واكيد بيضيف للشخص كتير، فالحاجتين دول خلوني على طول اجي وانضم للجنه.